يراق دم الصحفيين الفلسطينيين في غزة على مرأى من العالم من دون أن يحرك ساكنا. جبر أبو هدروس مراسل قناة القدس اليوم أنهى الاحتلال حياته مع عدد من أفراد أسرته بعد قصف منزله. سكت صوت جبر الذي صدح طويلا في نقل الصورة والحقيقة، لكن زملائه يؤكدون مواصلة مسيرته لفضح جرائم الاحتلال. الاحتلال الإسرائيلي يعي تماما ما يفعل، هو يحاول قتل الصورة من قطاع غزة، ولذلك يستهدف الصحفيين بشكل مباشر وبشكل متعمد، لكن ستبقى الصورة حاضرة، التغطية ستبقى مستمرة رغم كل ما عانى الشعب الفلسطيني والمصورين والصحفيين بشكل عام في قطاع غزة، ورغم كل ما منيت به مقراتنا في قناة القدس اليوم من قصف، إلا أننا باقون ولا زالت التغطية مستمرة على رأس عمل. الأسرة الصحفية تؤكد أن المستهدف في هذه الحرب هو الرواية الفلسطينية التي يقدمها الصحفيون إلى العالم على أكمل وجه، غير أنها لم ترق إسرائيل التي ترفع يوميا قائمة الشهداء من الصحفيين إلى نحو 106، رقم صادم يقول الصحفيون إنه ناتج عن غياب مبدأ محاسبة إسرائيل على جرائمها. الاحتلال يريد أن يستفرد بالرواية التي يقولها للعالم، وأي صحفي يعمل على الأرض وعلى الميدان ينقل الحقيقة، ينقل من الميدان الحقيقة، وبالتالي الاحتلال يلاحقه إما بالقتل أو الاعتقال وهذا حدث، أو الإصابة وهذا حدث أيضا مع الصحفيين الفلسطينيين، ويلاحقهم كان يلاحقهم سابقا بتقييد الحرية والحركة وعدم دخول المعدات والأدوات، الآن يلاحقهم بالقتل بشكل مباشر. الاحتلال يرى نفسه فوق القانون، وهناك عدم تفعيل لمبدأ المحاسبة. حينما يكون هناك تفعيل من المجتمع الدولي للمحاسب محاسبة الاحتلال، سيشعر بأنه لن يفلت من العقاب، وحينها سنكون أمام يعني موقف ومرحلة جديدة. استهداف الصحفيين يأتي تتويجا لجملة اعتداءات شملت تدمير مقر المؤسسات الإعلامية وحجب بعض القنوات التلفزيونية، فضلا عن قطع شبكة الاتصالات في إطار عرقلة عمل الصحفيين. لا خيار إذن أمام الصحفيين الفلسطينيين سوى مواصلة رسالتهم الإنسانية، متسلحين بإرادة لا تلين وأمل بوضع حد لجرائم الاحتلال المتواصلة في حقهم. أحمد غانم، غزة، الميادين.